ممنوع ينزل الوزن بسرعة، النحف السريع هو كارثة مؤجلة، كمان المعدة كجدار عضلي إذا نزل علي المي البارد بسرعة بده يزيد تشنجها. المي بس تفوت على جسمنا تستغرق 7 ثواني فقط لتصير حرارتها 37.7 أيا كانت. يفضل أنه السلطة دائما اللي بتكون على وجبة الإفطار أنه تكون بدون حامض بس مع زيت، هون أنت ما رح تتغذى بشكل جيد، فأجل السيجارة لبعدين ما تبلش فيه. يسعد أوقاتكم جميعاً. اليوم نحن بشهر رمضان المبارك وإن شاء الله ينعاد عليكم ورمضان كريم. برنامج كيمياء وصحة قدمنا موسم كامل كان مليء بالمعلومات المهمة والمعلومات اللي بتخص صحتنا وبتخص أسلوب حياة كامل. اليوم نحن رجعنا معكم بشهر رمضان بس بطريقة جديدة وجديدة كتير. نحن اليوم بطرطوس بمركز الدكتور الخبير التغذية الحكيم فادي عباس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم، نور الطرطوس. وشكرا لنينار السباقة دائما بالاهتمام بالناس بصحة الناس، وحقيقة هو الشيء الأهم هو الاستثمار الأكثر صحة. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، جميع بخير، رمضان مبارك، وإن شاء الله بنعاد بالخير على البلد وعلى الجميع يا رب. رمضان مبارك وينعاد عليك دكتور. بداية خلينا نحكي عن أهم شغلة، هو هذا الشهر الفضيل اللي فيه ميزة هي الصوم. كيف ممكن نحن نصوم ونفطر بشكل صحي؟ تمام، ما بدنا كتير ناخد وقت، ولكن خلي المعلومة تكون مفصلة بموضوع أنه نحن بدنا نكون متفقين أنه أساس الكلام أنه المعلومة أو القانون برمضان يختلف عن القانون خارج رمضان. يعني المعلومات الصحية العامة اللي نحن بنحكيها خارج هذا الشهر الفضيل بدها تختلف معنا أثناء شهر الصيام. الماء هي البادئة الأولى بكل شيء، إن كان بالحديث أو بختام الصيام أو بعد أن يضرب المدفع. بدنا نعملها بحسبة رياضية بسيطة مع هامش خطأ زائد ناقص. إذا قلنا أنه في النهار فيه 24 ساعة، عم ننام حوالي 7 ساعات، بيضل عنا تقريبا 17 ساعة استيقاظ فيها. خلينا نقول إذا عم في الساعة 7 وعم نضل للسبعة فيها 12 ساعة، أو خلينا تقول أقل شوي 11 ساعة بدون شرب ماء، ف 10 ساعات كمان بدون مي وسبع ساعات نوم، بيضل عنا تقريبا من النهار حوالي 7 ساعات بس يقظة فينا نشرب فيهم مي. فبدنا نوزع المي بشكل جيد أثناء فترة الاستيقاظ. وهون برجع بقول أنه قانون الماء هون يختلف عن قانون الماء بالأشهر الأخرى. نحن بنعرف أنه الماء يجب أن تكون بحرم للوجبة نصف ساعة قبل وساعة بعد، ولكن برمضان بجوز هالأمر هذا يكون صعب شوي، لأنه نحن بدنا نبدأ بالماء. يعني مجرد ما ضرب المدفع نحن بدنا نبدأ بالماء، أول شيء يدخل إلى الجوف هو الماء. فلطالما أنه بده يدخل المي ما رح ضل أنا أكيد نص ساعة بعد ما أشرب كاسة مي لبلش بالإفطار وأنا كل النهار بدون أكل وضرب المدفع. فبدنا نختصر هون الأوقات شوي. النصائح هي أنه يتقسم الإفطار إلى مراحل. يعني مثلا خلي نقول أنه نحن الإفطار عنا 3 إلى 4 مراحل، بين المرحلة والمرحلة بده يكون في 3 دقائق إلى 5 دقائق. الفترة كاملة بجوز تاخد 3 ساعة، فأنا بشوف أنه نضل قاعدين 3 ساعة أو 25 دقيقة على الإفطار، هذا الشيء هو الرائج، يعني هو الحقيقة هو اللي عم بيصير. فخلينا نحن قاعدة الإفطار هال 25 دقيقة تكون مقسمة بشكل صحيح. أولا شربنا كاسة المي، بس شربنا كاسة المي بنطلع بالساعة منعير 3 دقائق تماما، منبلش بعدين بالسكريات. السكريات دائما منبلش فيها لأنه الجسم بحاجة جلايكوجين اللي هو خط الطاقة الأول واللي افتقده الجسم، فمنبلش بالسكر البسيط. يعني كمادة متوفرة، كمادة صارت معروفة ومرتبطة برمضان بشكل أو بآخر هو التمر. منبلش بـ5 حبات 7 حبات 9 حبات تمر،
وبعد ما ناخذ حبات التمر كمان نستنى 3 دقائق. هلا هون نحن صار عندنا مرحلتين، اول شيء شربنا مي استنينا 3 دقائق، بعدين اخذنا التمر استنينا 3 دقائق. بعد ما يخلصوا 3 دقائق تانيين بلشنا بالمرحله اللي بعدها، صحن السلطه او صحن الشوربه. نعم، صحن السلطه او صحن الشوربه. هلا يفضل بحاله السلطه انه ما يكون حامضه كتير لانه نحن المعده فاضيه، فيفضل انه السلطه دائما اللي بتكون على وجبه الافطار انه تكون بدون حامض بس مع زيت. او الاحتمال الثاني اللي هو الشوربه، بلشنا بالسلطه او الشوربه بعدين استنينا 3 دقائق. هلا هون عمليا نحن خلينا نقول انه اخذنا المي استنينا 3 دقائق، اخذنا التمر استنينا 3 دقائق، يعني صار في عندي تقريبا حوالي 7 دقائق فقط. يعني نحن عم نحكي صحيح انه هي مراحل، بس هون مو معناته انه عم ناخذ وقت طويل. اخذنا السلطه، ضلينا مثلا عم نتناول الصحن حوالي 2 دقائق، بعدين كمان استنينا 3 دقائق. كل شيء حكيناه لهلا ما حقق 10 دقائق. فممكن انه نحن نكون بلشنا لندخل الاكل بشكل تدريجي على معده ضامره. بعد ما ناخذ السلطه او الشوربه بنفوت بقى بعد 3 دقائق الى 5 دقائق بوجبه الافطار الرئيسيه. لا، وجبه الافطار الرئيسيه المفروض انه تكون من نوع او نوعين فقط، ونحن عم نعاني من مشكله بتعدد الاصناف في رمضان. نعم. يعني تعدد الاصناف في رمضان، الناس مرتبط عندها موضوع الاهتمام بشهر رمضان او الاحتفاء بهذا الشهر بانه نحن نكتر الاصناف ونفرض الطاوله. لا، صنف أو صنفين كافيين تماما بعد ما نكون مرقنا ببروتوكول اللي هو 3 دقائق 3 دقائق 3 دقائق أو 3 دقائق 3 دقائق 5 دقائق. لحد الآن ما حققنا ربع ساعة، خلينا ناكل على مهلنا الصنف أو الصنفين اللي موجودين، ومنكون هون حوالي 3 ساعة للخمسة 25 دقيقة نحن أخذنا حاجتنا وفطرنا بشكل جيد. لازم هون نعرف رونا أنه المفهوم الخاطئ حول انه المعدة بتكبر والمعدة بتصغر، نحن حكينا فيها اثناء البرنامج، لازم نحن نعززه. هلا المعدة نسيج عضلي قابل لانه يتمدد وقابل لانه ينكمش، فهو باليوم الواحد المعدة بتكبر وبتصغر 4-5 مرات. اكلنا توسعت، شربنا توسعت، بطلنا اكل ضمرت. فنحن عنا حوالي 10 ساعات الى 12 ساعة بدون اكل وبدون شرب، اكيد بدها تكون المعدة تمام. والعضلة لما نحن منفاجئ بكم كبير وبصير في تمدد مفاجئ، حكما بدها تعمل تشنجات، وعم نلاقيها كثير برمضان. عم يتغلبوا الناس اللي عم بيجي لك انه انا اكلت، بس اكلت نزل الاكل بمعدتي مثل الصبه، مثل المرض، مثل التعب. هذا السبب، هذا الشيء سبب انه نحن اكلنا بشكل كثير سريع وبكميات كثير كبيره وما مضغنا الاكل بشكل جيد. هلا صارت الوجبات مع الملاحظات واضحة، اللي ضل علينا أنه نحن ننفي الأخطاء. ومثل ما تعودنا لازم نكون دائما منطقيين بطلباتنا، خاصة للمدخنين. المدخن يبدأ إفطاره سيجارة. صحيح. وهي السيجارة تعادل 20 سيجارة، لأنه الشعب الهوائي اليوم ما أخذت شيء وعم تتنفس، ومباشرة يعني الخلايا أو الهيموغلوبين أو الكريات الدم الحمراء تلقفت النيكوتين كونه أول شيء فات على الجسم. منشان ما نخرج عن الواقع والمنطق، نحن ما راح نقول للمدخن لا تدخن، بس نقول له أجله لبعد ما تخلص فطورك على الأقل، لبين ما هالغذاء ارتبط بالكريات الحمراء ولو بشكل. منشان خلينا نقول انه مثلا عندنا هاي الخلية هالقد مثلا، انه صار في غذاء ارتبط فيها، النيكوتين بياخد زاوية تانية، بدل ما يكون النيكوتين هو اللي هجم واخذ المساحة الاكبر، ساعتها حتى لو كنت عم تاكل اكل منيح الغذاء ما راح يرتبط بالخلية. فانت هون حتى لو عم تاكل اكل منيح وصحي وغالي، هون انت ما راح تتغذى بشكل جيد. فاجل السيجارة لبعدين، ما تبلش فيها. تمام. في معلومات حول المي الفاترة والسخنة أول الإفطار، إنه نشرب مي تكون فاترة أو لا؟ ما في مشكلة. لا 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 أبداً. كثير ناس بتقول لك أول كاسة مي لازم تكون فاترة وقبل الأكل ب10 دقائق. خلينا نستذكر معلومة كمان قلناها أثناء البرنامج. المي بس تفوت على جسمنا تستغرق 7 ثواني فقط لتصير حرارتها 37.7 أيا كانت.
دائما لما بدنا نفهم شيء رونا خلينا نحن ناخذ يا اما نقيضه يا اما تجربته. المي اللي نحن عم نشربها بالشاي او بالزهورات حرارتها تقارب 90 صح؟ صح. طيب نحن شربناها وفاتت على جسمنا، اذا ضلت 90 شو بيصير؟ يعني بصير كارثه، صح، بنحترق من جوا، صح لحم نحن. صح. فإذا هل من المنطقة إنه الساخنة تضل ساخنة والبردة تضل باردة؟ لا أكيد رح تتعدى. في شيء اسمه المعادلات الحرارية، لذلك درجة حرارة الماء اللي فايتة على الجسم اختلافها لا يعني أفضليتها. نعم. تمام، وإنما الماء البارد والماء الفاتر والماء الساخن هي أغذية قريبة من بعضها، بس في مثلا معادن موجودة هون ترسبت هون، في شوارد تفككت هون، في روابط تشكلت هون لما تعرضت الحرارة في شيء. فإذا لا، درجة حرارة المي ما دخلها. بس كمان ما فينا نبلش بماء بارد كتير، لأنه مو لأنه هي ما بتسوى، بس لأنه كمان المعدة كجدار عضلي إذا نزل علي المي البارد بسرعة بده يزيد تشنجها. نعم. قبل ما نختم هذا السؤال حكيم، بدي أسألك عن جانب آخر من هذا السؤال، واللي هو متابعي الحمية. إجا شهر رمضان، نحن متابعين حمية، نحن ممكن ما نوقف الحمية ونصوم؟ طبعا طبعا. هلأ بصراحة اللي بده يتبع حمية أثناء رمضان لا يتوقع أنه ينزل الوزن بشكل جيد. نعم. يعني أثناء رمضان في عنا مثل ما قلنا حوالي 11 ساعة بدون مي، هي أولا وجبة هي أولا كمان. ثانيا لا يجوز تجاوز وجبة السحور، لا يجوز، ولكن مثل ما قلت لك القوانين في رمضان تختلف عن القوانين خارج رمضان. نحن خلصنا الفطور، بعد نص ساعة صار فينا نبلش نشرب مي. يعني قصدك تقول حكيم انه احنا بشهر رمضان الكريم عنا بعض الأغذية ممكن تضيفها حضرتك على البرامج، ما تحطها بالأشهر العادية اللي فيها توقيت وجبة معينة؟ لا، إذا كان سؤالك هون الحمية بشهر رمضان بتعتمد على انه نحن نوفر للجسم الشوارد. تمام. يعني هون نحن مثلا بشهر رمضان نحن حريصين جدا انه في اغذية فيها اوراق خضراء داكنة مشان نوفر للجسم البوتاسيوم والمغنيسيوم، لانه نحن خلال اليوم ما عم ناخد شوارب، ما عم نشرب مي، فبصير اضطراب اسمه الاضطراب الالكترولات. لا. اللي هو الاضطراب الشاردي. فنحن مشان نعمل توازن شاردي شو لازم نعمل؟ لازم هي الشوارد اللي ما عم نحصل عليها من المي خلال النهار نبلش نعوض قسم منها من عن طريق الغذاء بعد الافطار. اي غذاء رمضان بده يكون متوازن شارديا، مو اكثر من غيره خلينا نقول، ولكن بنسبه مختلفه. يعني انا مثلا بطلب من الانسان 10% من وزنه خلال الشهر. يعني ممنوع ينزل الوزن بسرعه، النحف السريع هو كارثه مؤجله او اجل دفع. تمام. المنظمة الصحة العالمية قررت انه في 10% من وزنك ممكن ينزل بالشهر، حتى لو فيك اكثر لا تنزل. هلا مو عملنا حمية برمضان بتنزل النسبة لل 7% ولل 6%. تمام. يعني ما بصير نحن نطلب نفس النسبة خلال رمضان وخارج رمضان. نعم. هلا السؤال الثاني حكيم، اذا بدنا نحكي، انت دائما كنت تقول شرب الماء شرب الماء، ودائما كانت هي نصيحتك الأولى والأخيرة بالبداية وبالختام. خلينا نحكي شوي عن شهر رمضان الكريم، إنه المي هون نحن عم ننحرم شرب المي، خليني أقول إمساك عن شرب المي كمان 16 ساعة. اليوم كيف فينا نعوض بفترة بين الإفطار للسحور؟ أوكي. نحن كنا نحصل على مخزون من المي. نحن كنا كل ساعة ونص نشرب كاسة مي لما ما كنا صايمين. نحن لما بدنا نمرن حالنا على المي نحن بنعير المنبه يرن كل 90 دقيقة لنشرب كاسة أو تنتين. نعم. برمضان منقسمها اثنين. يعني حوالي كل 45 دقيقة نشرب كاسة أو اثنين. منكثف شرب الماء لأنه لطالما الوقت نزل للنص. لطالما الوقت نزل للنص معناته الفترة بدأت للنص. الأمر ممكن حسابه رياضيا بشكل كتير مبسط. تمام. ولكن بدون ما نفوت بتفصيل أنه نحن طيب هلأ نحن شربنا مي من نص ساعة بس أكلنا. نحن قلنا أنه برمضان القوانين تختلف كونه لا يدوم. يعني أنت عم تمشي بقوانين مختلفة، ولكن هي بدها تخلص وبدنا نرجع لنمطنا الأساسي اللي هو 11 شهر السلوك العام الصحيح. نعم. وهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. تابعونا أكيد كل أسبوع من رمضان في معلومات جديدة صحية ومفيدة من الحكيم فادي عباس خبير التغذية، ومن قلب طرطوس بمركز الحكيم فادي عباس. شكرا. باي باي. شكرا لكم. ألف عافية وشرفتوا. شكرا جزيلا لكم.